ولاية النيل الأبيض كغيرها من ولايات البلاد تأثرت بالسيول والفيضانات التي ضربت محليات أم رمتة، السلام، الدويم، القطينة، تندلتي وربك، حيث خلفت السيول والفيضانات أضرارا كبيرة أدت إلى تدمير 13,297 منزلا وعدد 103 مدرسة بمرحلتي الأساس والثانوي. حقيقة ما دارين نتكلم لأنه الكاميرا هي اللي بتحكي. ده الوضع الآن الحاصل للمواطنين في غرى السلام، مدارس، المباني اللي كل غرقانة، ونعلن استغاثة عاجلة جدا من كل الخيرين في الولاية ومن كل الخيرين في خارج الولاية، وحتى المنظمات والمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وكل المكونات، أنه هذه المحلية محلية متضررة تماما، ما في شبر ولا متر خالي من الضرر، منازل منهارة، ميعاد بتاعت موية، الأمراض بدأت تظهر في المنطقة، أمراض الحساسية، ومتوقع أنه تنتشر أمراض الملاريا والديسنتاريا، ولا بد من الإغاثة العاجلة بإذن الله تعالى. حكومة الولاية أطلقت نداء استغاثة عاجل للحكومة المركزية ومنظمات العون الإنساني والخيرين من أبناء السودان، وشرعت حكومة الولاية ولجنة طوارئ الخريف في فتح الجسر الجوي لإيصال مواد الإغاثة وخيم الإيواء وأدوية الطوارئ لإنقاذ هؤلاء المنكوبين. حجز أخواننا من المناطق الأخرى 4 و5 أيام، هم محبوسين الآن ومعيدين، ونحن والله العيد مسيق علينا، نشهد الله مسيق علينا، ما ضايق إلا أي طعم. وأخواننا الموجودين في القرى هنا الآن الحلة منهارة تماما، العطش موجود الآن، رفاسات ننقل بها ما في السيلة، الحتة اللي بيناها دي الآن الله يسير خسرتها، ما في سيلة بالكلام ده، سيلة عمت كده شمالا يمكن لحد العلقة، جنوبا نط جبل العرش كله بسيله كده، دارين المعالجه تحت المويه دي، لانه نحن من هناك رحلنا دراج من المويه، حصلنا دراج المويه حصلتنا، والحمد لله الولايه ما قصرت معانا ومددنا بالخيم دفعه اولى ودفعه ثانيه، والضرر حاصل لسه، والناس لسه بتستغيث ولسه مشاكلها، وطالبين الاعانه وطالبين الدعم. بنعلن أن الراوات، قرية الراوات والغرى المجاورة الدمار الدمار كامل، والآن الشفع في الراوات مصابين بالإسهالات، وعندنا حالات بتاعت الإسهالات ما لا تقل عن 300 حالة الآن موجودة داخل المستشفى. فنطلب ونتمنى من أخواننا في المنظمات ورجال الخير أن ينقذونا، حتى الكلام اللي وصلكم من الجهات الرسمية ما أدى الغرض، أسي حاليا الناس في العراء تماما. القرية والله إذا أثرت وقعت كلها انتهت، ما في حاجة، الفيضان جانا ماشي كثير وكلها المحلة انتهت، ما استنم شوية ذات ما عارف انه والله، عشان كده استنى احنا دارين والله العظيم الحكومة تساعدنا شوية، الحلة كلها ما في حاجة والله، شوف هذين جارين بالقلة
وما في اي حاجه والله. قريه الرياض متضررين ضرر شديد، ماوانا بانين كميه البيوت، مؤسسه مفرشه، خليناها مرقنا عريانين وحفيانين، اللي عنده لا ذهبات ما اخبرين، واللي عنده لا قريشات ما اخبرين، مرقنا الا ما اشوف فعنا، دايرين المعاناه، المرق له سرير سريرين دايرين حاجه شلنا بها، ما عندنا حاجه نحرق بها. هو الضرر الحضري في المنطقه وضرر في البيوت وفي المنازل، والان الناس في العراء والزياره وصلت، ونحن نطلب من السيد الوالي الخيام والمشمعات والادويه. تعبانين ودايرين الخيم ودايرين الملابس ودايرين الحياه الحلوه ودايرين المصاريف، الحمد لله الاطفال تعبانين والكبار تعبانين والامهات والحوامل الحمد لله ما نقدر نغسل العربيه لا داعي بالرفات. ومن هنا بناشد كل حكومه الولايه حكومه المركز والمفوضيات والمنظمات والخيرين انه والله حالكم محتاجين لكم حقيقه، ومنظمه الامم المتحده حقيقه يعني الوضع كارثي والوضع صعب، نسال الله انه ربنا يخفف على الناس، ونسال الله انه يجبر في خاطر الناس، والوضع صعب جدا والمأساة لا توصف لكل حجم الدمار كان شامل، يعني ما في ايواء، المساكن كلها دمرت بما فيها من معدات الاكل والشراب واضمار كامل للمحاصيل الزراعيه ولكل حي، ولكن الناس قاعده في العراء في الامطار. والله الامطار دي الحمد لله عملت لنا خسارات، لكن نقول الحمد لله عندنا عوض والحيط يا حاج قدامكم واقع، لكن الحمد لله فعاوزين نتمنى من الحكومه المحليه والولايه يدعموا الحي ويساعدوا الناس زين، والله في ناس متضررين كثيرين شديد. والله متضررين برضو، يعني عندنا عوض وقعد والحيط وقعد والحمامات، وبس راجعين هنا مساعده من الاخوه والمسؤولين. نناشد الحكومه الولايه وحكومه الحكومه المركزيه والمنظمات، منظمة العالم أجمع، أنها تتفقد بني الإنسان في السودان الذي هو متضرر من هذه السيول كثيرا. احنا والله منطقة أبقر منطقة متضررة، ومنطقة أبقر خاصة يعني قرية الشاطي وقرية العشرة وقرية كثيرة قد دمر السيول دمار كامل. في هذه الظروف الصعبة، ظروف السيول والأمطار التي اجتاحت قرية العشرة أبقر، حوالي أكثر من 250 منزل الآن الناس في العراء، بعضهم ذهب الحسين، وبعضهم في قرية الفريكيبة، وبعضهم شكيري، وتشردوا في كل أنحاء القرى. أما هنا في محليات أم رمتا السلام والدويم، المأساة كبيرة، تعد أكثر المحليات ضرراً، حيث أدت السيول والفيضانات إلى تدمير قرى بأكملها ومشاريع زراعية ثمرتها المياه ونفوغ الثروة الحيوانية. يحتاج لإعانة سريعة وعاجلة، ونحن الآن رحلة أولى مواد تموينية، والرحلة الثانية مشمع خيم، وإن شاء الله الثالثة أدوية، وبإذن الله تعالى بكرة تواصل الرحلات خيم وأدوية بإذن الله تعالى. نحن مواطنيننا ما بنجيب منهم أبدا، وبنتواصل معهم، وفي كل القرى المجاورة وفي كل المحليات، محليات السلام، محليات تندلتي، محلية الجبلين، كل القرى إن شاء الله وكل المحليات بنصلها بإذن الله تعالى. حصرنا الضرر وهو كبير جدا جدا، يفوق إمكانيات الولاية أضعاف الأضعاف، ونتعشم أن الدعم يجينا من المركز ومن الخيرين في أنحاء الولاية ومن خارج الولاية بإذن الله تعالى. قمنا اليوم برقة السيد الوالي لزيارة محلية الدويم، منطقة الزريقة والمناطق المجاورة لها، وكذلك أمس كنا بالمنطقة الشاطي ومحلية رمتا. حقيقة بعد الزيارة اتضح أن هنالك أضرار كبيرة جدا لاقت بالمنازل، وعدد كبير جدا من القرى تضررت ضرر كلي، وبعد منها ضرر جزئي، والحمد لله سبحانه وتعالى شريان الحياة متواصل، الجسر الجوي ممتد،
لإقاصة الملحوفين إن شاء الله. وحقيقة نحن كلجنة الأمن هنكون في استعداد دائم واستنفار دائم استكمالا لكل الإجراءات البتقي هؤلاء المتضررين وتوفير الإقاصة ومواد الإيواء لهم. يواجه مواطنو محلية السلام أوضاعا إنسانية صعبة جراء سيول والفيضانات التي ضربت قرى المحلية، مما أحدث أضرارا وخسائر كبيرة تفوق إمكانيات الولاية. في المركز بدعم المنطقة أو دعم الولاية بالتحديد، لأنه الكوارث ما وقف على منطقة جوري بحلة. فعلا محلية السلام كلها كانت كل محلية السلام تحديد محلية السلام غرقا شديدا في جوري، غرقا خالص خالص، غرقا شديد بهاي ما انتهت، والناس تعبانة خالص خالص، والناس حاليا دايرة امتدادات من كافة العالم. أرض تعبت مرة واحدة وناس تعبوا مرة واحدة، وقروا والله يعني كلهم نايمين في الأرض ساكت، ما عندهم أي حاجة. الناس تعبت تعب شديد، وحصاد لهم ما في، والمأكولات ذاتها انتهت منهم. جينا ووقفنا على الحال ووجدنا الحال يغني عن السؤال، مباني مدمرة تماما، حتى دور العبادة المساجد مدمرة تماما. والوضع الآن الصورة خلفينا بتحكي عن الغرق الحاصل، والناس رحلت من هذه المنطقة إلى مناطق عالية ومحتاجين للإغاثات، محتاجين للدعم. حتى يعني في خسائر في الأرواح في هذه المنطقة، في 3 من الشهداء وواحدة مجروحة والضلع مكسرة، وتم إخلال مدينة كوستي. عموما الوضع يحتاج للإعانة العاجلة، وفي الغذاء، في الإيواء، في الدواء، في كافة مناحي الحياة. وهي نفسها غرية من غرى السلام لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الطيران في الوقت الراهن. تمضي عمليات الجسر الجوي الخاصة بإغاثة المتضررين من مواد الإيواء والغذاء وأدوية الطوارئ بصورة منتظمة.